الشعب يريد بشار الأسد الشعب يريد بشار الأسد الشعب بشار الأسد بشار الأسد والجيش السوري الحرب الإرهابية المستمرة على سوريا بالروح بالدم نبكي يا بشار بالروح بالدم المشكلة الرئيسية أن الناخب السوري كان مستعداً، أن الناخب السوري كان يريد الانتخاب كي يثبت أن هناك ما يزال انتماء للوطن، أن هناك دولة سورية، أن هناك حياة سياسية سورية، حتى لو اختلفنا حول هذه الحياة هنا أو هناك، لكن هناك كيان للدولة، هناك كيان لهذه الحياة السياسية. عندما منعوه فجأة من الانتخاب شعر الناخب السوري بأن أحد حقوقه قد انتقص، بأنه قد تعرض للأذى بسبب هذا الأمر. لا يفهم هو، يعني الصوت في ألمانيا ليس هو المحدد لنتائج الانتخابات في سوريا، الصوت في ألمانيا هو جزء من دول عديدة، لكن يبدو أن البعض كان يخاف من أن يكون هناك تجمعا سوريا كبيرا في ألمانيا. هذا التجمع يؤدي في نهاية المطاف إلى كسر الصورة القائمة، وهي أن الجميع هنا معارضين والجميع قدموا لجوء هربا من الحكومة السورية، بينما الحقيقة هي غير ذلك تماما. طبعا نحن هنا لنؤكد على ان لا شرعية لهذا النظام. قرار مجلس الامن كان واضحا، رقم 2254 كان واضحا بخصوص سوريا، اخراج المعتقلين، ايقاف العمليات العسكرية والهجوم ضد المدنيين، ايجاد تسوية سياسية وبيئة امنة ومحايدة، عودة المهجرين، كل هذا ضربت فيه روسيا والنظام السوري عرض الحائط، وما زالت تصر على اقامة انتخابات تحت اشراف نظام لا شرعي وروسيا دولة هذا النظام اللا شرعي.